الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب المرحلة الثانوية الصف الحادي عشر مادة التاريخ، درسنا اليوم يتحدث عن أسباب الحرب العالمية الأولى الجزء الأول من الوحدة الثانية الحرب العالمية الأولى. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يعدد الأسباب الحقيقية للحرب العالمية الأولى غير المباشرة، يوضح أثر الحرب السبعينية على قيام الحرب العالمية الأولى، يفسر التنافس الاستعماري بين الدول الأوروبية. تابع معي الدرس من الكتاب المدرسي صفحة 102. لماذا سميت الحرب العالمية بهذا الاسم؟ لماذا اتصفت بالعالمية؟ ويرجع ذلك إلى المدة الزمنية وعدد المشاركين، تعدد ميادين القتال، حجم الخسائر البشرية والمادية، واستخدام أدوات وأساليب قتال جديدة على فن الحرب، والأثر السياسي. ونبدأ بالمدة الزمنية وعدد المشاركين. استمر الصراع المسلح مدة طويلة حتى وصلت لأربع سنوات، منذ عام 1914 حتى عام 1918 ميلاديا، وشارك فيها عدد كبير من معظم دول العالم، وقدر حجم القوات التي شاركت في الحرب بحوالي الملايين. ثانيا، تعدد ميادين القتال. في البر ظهر لأول مرة سلاح الدبابات، وفي البحر ظهر لأول مرة سلاح الغواصات، وكانت الطائرات تستخدم في عمليات الاستطلاع ثم في عمليات القتال. إذن ميادين القتال عزيزي الطالب كانت في البر والبحر والجو. ثالثا، استخدام أدوات وأساليب قتال جديدة على فن الحرب. تم استخدام الغازات السامة لأول مرة في الحرب العالمية الأولى، وأول من استخدمها كانت دولة ألمانيا. أيضا استخدم جهاز التلغراف اللاسلكي الذي كان وسيلة للاتصال في البر والبحر في وقتها هذا. حجم الخسائر البشرية والمادية. الخسائر البشرية وصلت إلى ملايين من المدنيين والجنود ماتوا في تلك الحرب. أما الخسائر المادية فكانت مباشرة من حيث أعمال القتال والإنتاج الحربي وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية. أما الغير مباشرة فكانت عبارة عن خسائر اقتصادية وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات، مثل تدمير الطرق والمصانع والبيوت والأراضي الزراعية. الأثر السياسي. غيرت الحرب الخريطة السياسية لأوروبا، حيث أطاحت بعروش روسيا وألمانيا والنمسا والمجر والدولة العثمانية، وكانت أول حرب تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية على أرض أوروبا، متخلية عن سياسة العزلة بعدم التدخل في شؤون القارة الأوروبية. وسنعرض الآن الأسباب الحقيقية للحرب العالمية الأولى غير المباشرة، وهذا هو هدفنا الأول من هذا الدرس. ونبدأ بنتائج الحرب السبعينية والتنافس على المستعمرات، الاستقطاب والتكتلات، التسابق على التسلح، التنافس على المصالح الاقتصادية، نمو الروح القومية والمشاكل الناتجة عن الحروب البلقانية. وسندرس اليوم معا نتائج الحرب السبعينية
والتنافس على المستعمرات. والآن مع هدفنا الثاني، نتائج الحرب السبعينية. عزيز الطالب، لماذا سميت بالحرب السبعينية؟ لأنها حدثت في عام 1870 ميلادية، وكان سببها أن ألمانيا قامت باقتطاع إقليمي الإلزاس واللورين من فرنسا، الأمر الذي أدى إلى زيادة التنافس والعداء بين دولة ألمانيا وفرنسا. تنافس على المستعمرات. عزيز الطالب، سيطرت بريطانيا وفرنسا على أغنى المستعمرات، وتركت لألمانيا مناطق نائية في غرب وشرق قارة أفريقيا وعدة جزر في المحيط الهادي. ولعلنا نتساءل، ما هي فائدة هذه المستعمرات للمستعمر؟ سنجد أن هذه المستعمرات كانت توفر للمستعمر المواد الخام الرخيصة والأسواق لتصريف المواد المصنعة، أيضا كانت فرص لاستثمار الأموال، وكل هذا أدى إلى تصاعد التوتر بين الدول الأوروبية من أجل السيطرة على تلك المستعمرات. عزيز الطالب، في نهاية الدرس نريد أن نتأكد أنكم قد استفدتم، وذلك بالإجابة على هذا السؤال: بما تفسر التنافس على المستعمرات بين الدول الأوروبية؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، للبحث عن المواد الخام الرخيصة لتصريف المواد المصنعة في الأسواق لتوفير فرص لاستثمار الأموال. عزيزي الطالب، عليك الدخول على نظام إدارة التعلم الـ LMS، وذلك للإجابة على سؤال درس اليوم وملحوظة سيتم تسجيل الحضور من خلال الإجابة على السؤال. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.